صورة لإمام المسجد. أنا مش هقول أرى بعض المساجد، إنما هو مسجد واحد، ابحثوا عنه هتلاقوه موجود، صورتين عن اليمين وعن الشمال. فالله أسأل أن ينجي المنابر من مثل هؤلاء، لأن هذا لا يوجد هذا الأمر عند رسول الله ولا عند الصحابة الكرام ولا عند أحد ممن يتحدثون بخير الكلام. فاسمع حبيبي، وحد الذي لا يغفل ولا ينام. أيضا من ضمن الأشياء التي تحدث من الأخطاء، ولا أقول أن هناك أشياء تحدث عن غير عمد، ومن الناس من يتعمد ذلك، فمن الذي يحدث هذا الأمر عن غير عمد يصلح ويصحح. وممكن نغلط وانت تصلح لي، وممكن أنت تخطئ وأنا أصحح لك، فاقبل مني النصيحة وأنا أقبل منك النصيحة. الأمر الذي بين أيدينا، أخي الخطيب، أيها المتحدث، يا من تصعد المنابر، إن هذه الأماكن هي أماكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد وضعت نفسك في هذا المكان، وضعت نفسك في هذا المكان. من الناس من إذا صعد المنبر من قبل ما يطلع يدعو، يحط رجله كده ويدعو. خلي بالك، وده الكلام ده لم نجده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو طالع المنبر بيدعو، ثم إذا جلس يدعو. هو المفروض أنت بتطلع المنبر ثم بتنظر إلى الناس وتقول لهم السلام عليكم، تلقي السلام كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. والله العظيم يا أيها الأحبة، بأجد عجب عجاب أحيانا في ناس لا توقر المنابر أبدا، وسأحدثكم عن بعض الأمثلة الخطيرة جدا. لكن تعال نشوف الأول الأشياء التي تحدث حول المنابر من بدع وخرافات تجعل المنابر تستغيث. في بعض المنابر بيغطوها غطاء كامل، وأحيانا يخفوا الإمام داخلها، خاصة إذا كانوا خايفين عليه من الضرب. الظاهر بقى أنه بيقعد الناس غصب عنها، أو بيأم الناس وهم له كارهون. في بعض المنابر بتعمل كده. قلنا احنا مش بتحدث عن بلد معينة، فاحنا بنقول على كل اللي رأيناه من مخالفات في بلاد الأمة الإسلامية في المنابر، لأن احنا مش بنخاطب بلد بعينها، إنما بنخاطب العالم أجمع. في منابر مغطاة وبتدار الخطيب جوه وما يبانش منه أحيانا إلا شيء بسيط، ثم يبدأ يتحدث مع الناس إما لقلة علمه فيضع أمامه ما يقرأ من خلاله، أو كاميرات ولا حاجة مش باينة والناس تقول لك الله أكبر، ده له كاريزما وراجل ما شاء الله واصل. لا يعيب الإمام أن يقرأ من شيء، لكن ما يحدثوش خدعة للناس. والله أسأل أن يعافي الجميع رب العالمين. أيضا بعض الناس من أصحابي يعني الخطابة، ودولي بقى يعني بنقول لهم إحنا مش بنخطأكم ولا بنغلط الأحبة الكرام على هذا الأمر، إنما بننصح ونذكر. في بعض الناس بعد الخطبة الأولى بيقولوا ادعوا الله يستجيب لكم، أو ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أقول لكم لا، هذا لم يرد عن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وليس من السنة. يعني يا شيخ أنت كده هتعقد الدنيا؟ لا، احنا مش بنعقد الدنيا. مش أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ امشي وراه. بعض الأشياء التي تحدث في المساجد أيضا من الأخطاء التي نراها في أثناء خطبة الخطيب، بيجمعوا التبرعات أثناء صلاة الجمعة. طبعا احنا قلنا أن كل شيء بيغار على الدين من مخلوقات الله، كل حاجة بتسبح، وقد يعطي الله آيات ودلالات تبين أن ممكن الجماد ينطق ويدافع عن الدين، وممكن الأنعام تنطق وتدافع عن الدين أو تفعل فعلا. احنا بنقول ممكن وجائز، لأن الملك بإيديه كل شيء. زي ما جاءت حكاية عن كلب قتل رجلا كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم أكثر من 40,000 بسبب هذا الكلب، لأنه انطلق إلى من يسب رسول الله فقتله. وهذا صحيح مما جاء عن الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي ناس بتشغل المصلين، وفيه ناس من الأئمة هم اللي بيطلبهم من الناس، يقول لهم لموا التبرعات، فيلفوا بصندوق أثناء صلاة الجمعة مثلا ويبدأوا يلموا التبرعات، إما في الخطبة الأولى أو في الخطبة الثانية. نقول لا، بعد انتهاء الخطبة وبعد انتهاء الصلاة إن جاز ذلك، وعلى باب المسجد إن كان في حاجة للتبرعات
وإن كانت بصفة يعني شرعية عشان ما نحدثش خطأ نحاسب عليه عند الله وعند أولياء الأمور. فالأمر الثاني، الأمر الذي يلي، الدعاء بصفة مستمرة من غير حاجة لذلك بأسماء الملوك والأمراء، دي من الأشياء اللي بنقول فيها برضو لازم تضبط. هي غلط يا أخي؟ لا، لو أن لنا دعوة مستجابة، لو أنا لي دعوة مستجابة صدقوني سأدعو بها للحاكم أو لولي الأمر، للملك، للأمير، للرئيس. لو أنا تيقنت أن في دعوة مستجابة سأدعو بها لأولياء الأمور. لماذا؟ لأن على أيديهم تنصلح الأمة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق جميع ولاة الأمر لما يحبه الله ويرضاه. فالأمر إذن لا ننكر على الناس ولا على أنفسنا أن ندعو لأولياء الأمور بالتوفيق والصلاح، لكن بلاش التسمية في كل خطبة وكل وقت، لا يجوز هذا الأمر بصفة يعني سبحان الله، إلا إذا كان في ضرورة لذلك لم نجده في السنن. فاسمع رحمن الله إياك. الأمر الذي يلي، في بعض المنابر تشتكي الطول. يعني إيه تشتكي الطول؟ مش طول الإمام، إنما المنبر نفسه. تبص تلاقي أحيانا بعض المنابر طويلة جدا، يعني الواحد بوقف فوق. ما روحت مسجد كنت خايف لأقع، واحد حس انه طالع يعني سبحان الله طالع مط ايه، طالع نخلة، واحد اتنين تلاتة عمال عد مش عاوز ينتهي، لحد ما لقيت المصلين ما شاء الله حاجة قد يعني سبحان الله منبر كبير جدا، ويفصل الصف ده عن الصف ده لانه لازم عشان يعملوا له. فارتفاع المنبر وطوله امر يعني سبحان الله من الأشياء التي تشتكي منها هذه المنابر، لابد أن تكون على السنة. فمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جزع نخلة في البداية، ثم إذا بدل كان ثلاث درجات، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى بصوا للحرم، يعني انظروا إلى مسجد رسول الله. في بعض الأحيان يعني يكون هناك ضرورة لذلك، بس إيه الضرورة؟ إذا كان هناك أمر شرعي موجود لان احنا نبيح ذلك خلاص، يعني ارتفع المنبر بغير قصد ولا عمد ولا مش، وفي ضروره لهذا الامر حتى يرى الناس الامام، لان في مساجد بتبقى لها حالات خاصه. انما ان لم يكن هناك حاجه لهذه المساله فثلاث درجات. ايضا التمسح بالخطيب، الخطيب لما بيخلص، وده حاجه برضو من الاشياء المفروض ينبه عليها الامام، ان الاخطاء ديت زي ما قلنا إذا سار عليها الإمام ووافق عليها صدقوني المنبر بيبقى أحيانا متأذي منه. يا أخي إزاي يا أخي؟ أنا بقول لك أي حاجة بتعصي الله عندها ما تبقاش فرحانة منك، يعني تكاد لو نطقت تقول لك روح يا راجل ابعد عني. فإحنا لما يحصل مخالفات في المساجد بمنتهى الأدب والوقار والاحترام نبين للناس هذه المسألة، بلاش حكاية التمسح في الإمام وتقبيل يده من كل المصلين. يعني في بعض المساجد بيتعمد الإمام يقف في النص كده أو يقف عند المنبر ويسلم على الجميع وهم يقعدوا يقبلوا إيديه، طوابير. في ناس بقى غصب عنها، إمام بيبقى إنسان محترم داعية ممتاز بيأثر في الناس جميعا، بيخرجوا يطبقوا ما يقول، غصب عنهم لما بيجي يسلموا عليه بيحتضنوه ويقبلوه، خلاص هذا مجبر على ذلك، مجبر على ذلك. لكن مش معنى كده ان هو يقر هذا الامر ويترك لهم هذه المسألة. اما مسألة المصافحة فهو امر بين المسلمين، امر من السنن، تصافح وتسلم من غير تقبيل او غيرها من هذه الاشياء. ايضا ايها الاحبة، من ضمن الاشياء التي نشتكي منها او يشتكي منها المنبر وتشتكي منها المساجد، ما يحدث احيانا من جدل في المسجد، ما يحدث أحيانا من جدل في المسجد بين الأئمة والخطباء. أنا لا أتحدث من خيالي أو من غير واقعية، رأيت في قرى من القرى أن الإمام يصلي صلاة السنة ثم جاء أحد الناس
وكان قد اتفق مع الإمام أيضا أن يصلي، فعلم أن الذي يصلي صلاة السنة سيصعد المنبر، فأسرع هو